طبعاً أولاً أنا أرى أن إيران ردت ومستمرة في الرد، يعني اليوم تلاحظين أنه أصل قضية انتظار الرد الإيراني هو رد في حد نفسه. اليوم الكيان الصهيوني مشلول، الكل في حالة ترقب للضربة الإيرانية، وليس داخلين فقط بل لكل حلفاء إسرائيل. نعم. فإيران من حيث هذه الزاوية ردت، وردها مستمر. لكن هذه حرب نفسية. أنا هذه حرب نفسية عن الردود الواقعية على الأرض. سيدتي هذه حرب نفسية لا يستهان بها، ولها ما لها من نتائج وآثار. نعم. على مختلف قطاعات الكيان الإسرائيلي. طيب.